السلام عليكم. السلام. شلون الكويت؟ الحمد لله. شلون احنا طايش قبل زيارة ميدانية وبنتي عند صادق. يعني ابن صار زين بعدين؟ لا والله بعدين ما صار زين. هو بيصرع مو؟ اي. زين. وبعد من صار عندك مرة عندك؟ عندي سلوى عندها غدة سامة. غدة سامة. بس الدكاترة؟ اي ما خليت الدكتور وراي بالنجف. ودي ياخذ دي ياخذون يعطوها علاج؟ اي يعطوها علاج. ايش قد علاجها؟ علاجها بالستين اليف هيجي. وابنك بعد مستمر على العلاج؟ اي والله على العلاج. ما صار ما ابد ابد ما يعني ما تغير والله. ايش قد بالشهر كان علاجه؟ علاجه بالشهر؟ اي 65 الف علاجه. زين، انت شنو ذاك البيت قمت من عنده؟ اي قمت منه. بس وين قعدتي؟ قعدت هنا بحي الثوره. بيت شنو هي وحدك لو لا والله بيت حماوي وقعدت بيه. وغرفة؟ اي غرفة هاي وحدة. شنو اللي بنشوفه؟ هاي تفضل. شنو بتعمل بيها؟ اي والله شو تسوي؟ زين ما تخاف يقعد بعد شو هاي البقية؟ والله يا ماما هي بعد. انت راتب راعي عندك؟ اي. زين. انت زين متعرفت بتحرفة بيها خياطة ما تدري شيء؟ لا والله ما اعرف. لا أنا ولا بناتي. إن شاء الله الخير. شكرا حالتك. رحم الله والدك.